كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. مهرجان شفشاون للضحك من تنظيم جمعية جسور شفشاون فن وثقافة ينظم هذا المهرجان هذه السنة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وبدعم من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووكالة إنعاش تنمية أقاليم الشمال والمجلس الإقليمي لشفشاون والمجلس البلدي لمدينة شفشاون وتحت إشراف عمالة إقليم شفشاون. هذه الدورة جاءت تحتفي بالكوميديا العربية المغربية وعلى رأسها الفنان السفير المهرجان مراد العشابي اللي غادي يكون حاضر معنا ويمثل الكوميديا العربية المغربية بحكم أنه حقق نجاحات في الوطن العربي من خلال البرامج اللي حقق نجاح كبير البرنامج فاصل ونواصل. وكما كنت كيف ما كنا حاضرين اليوم في العرض الافتتاح ديال الفنان إيكو اللي كان حاضر معنا في العرض ديالو جديد سبيكتاكل الحب اللي كان حاضر كهو كعرض الافتتاح. وكنشكر زوار مدينة شفشاون اللي جاو حضروا العرض اليوم اللي كان حضور جماهيري اللي امتلأ القاعة عن آخره. وإن شاء الله غادي يكون العرض الاختتامي مع النجمة الشاشة المغربية الفنانة دنيا بوطازوز اللي غادي تكون حاضرة معنا بسبيكتاكل ديالها ليزانستوبابل مع الفنان أحمد الشرقي ويكون احتفاء بضيف المساء الختامي النجمة الشاشة المغربية وحسن ميكيات وبحضور الثنائي الكوميديين الشماليين حسن ومحسن وبحضور أيضا المواهب اللي المهرجان اللي دائما اللي كيسعى أنه يعطي واحد الفرصة للمواهب شابة باش تبرز المواهب ديالهم خلال هذا المهرجان. وشكرا.